جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار الزراعي تنطلق اليوم في قصر الإمارات من أبوظبي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والتنمية المعرفة وكبار الشركات المهتمة في المجال الزراعي ومجال النخيل والتمور. يمكن نبدأ بآخر جملة من كلمة سعادتك، هي التوقيع على اتفاقيات مع جمهورية مصر العربية. هذا ناتج الحمد لله على المستوى العالي اللي وصلت للتقنيات الحديثة بدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بزراعة النخيل وإنتاج التمور خاصة وعامة بالنطاق الابتكار الزراعي عامة. تم توقيع اتفاقيتين، الأولى بين جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ووزارة التجارة والاقتصاد في جمهورية مصر العربية من أجل تنظيم المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة. وهذا المهرجان السنة الماضية عرف المهرجان الأول عرف نجاح كبير، والفضل يعود إلى مكرمة من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حفظه الله، اللي بهذه المكرمة استطعنا أننا نعمل المهرجان الأول والثاني. وفي نفس الوقت تم توقيع اتفاقية مع محافظة مرسى مطروح لتأهيل وتشغيل مصنع جديد لتعليب التمور بجمهورية مصر العربية. جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بمسماها الجديد اليوم أطلقت بالمسمى الجديد، لأنها بفضل من الله عز وجل ثم دعم من قيادتنا الرشيدة حققت رسالتها وأهداف الاستراتيجية خلال 7 سنوات الماضية، وأصبحت الجائزة الأولى على مستوى العالم التي تعنى بنخلة التمر، وأضيفت لها مهمة كذلك دعم الابتكار الزراعي توافقا مع توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بأن يكون عام 2015 عام الابتكار. فأصبحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تدعم الدراسات والبحوث الهادفة لنخيل التمر، وكذلك ما يحقق مفهوم الابتكار الزراعي في الزراعة بشكل عام وفي نخلة التمر بشكل خاص. احنا النهاردة بنوقع مع جائزة الخليفة مشروع لتطوير مصنع تمور في محافظة مطروح في سيوة تحديدا، يعني إضافة تقنيات ومعالجة خطوط الإنتاج بتاعته لتكون مواكبة للعصر والتقدم اللي بتشهده دولة الإمارات حاليا. فبصراحة أنا عرضت الموضوع على الشيخ نهيان والشيخ منصور، وبصراحة مشكورين يعني قالوا إن احنا نوقع بروتوكول تعاون النهاردة ليتم تطوير المصنع على أحسن أداء إن شاء الله في خلال 8 شهور. حقيقة احنا ابتدينا التعاون من السنة اللي فاتت، وكان نطاق التعاون هو تنظيم مهرجان التمور بمصر بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعي. سيتم تنظيمه كل سنة إن شاء الله، هو تم تنظيمه السنة اللي فاتت في أكتوبر 2015، وإن شاء الله هيكون السنة الجاية في 2016. الحقيقة المهرجان ده مش فقط هو مهرجان، هو فيه ندوات فنية وفي معارض لمنتجين ومصنعين التمور في مصر، وأيضا هيكون في مستوردين دوليين، وهيكون في جائزة خليفة الدولية للتمور لأحسن 10 مجالات مختلفة في قطاع التمور المختلفة. المهرجان أو البروتوكول ده هيساعدنا لتطوير قطاع التمور في دولة جمهورية مصر العربية. ما أعرفش حضرتك تعرف أن مصر أكبر دولة منتجة للتمور في العالم، ولكن نسبة الصادرات محتاجة أن هي تزيد شوية. فالحقيقة هنستعين بالخبرات الإماراتية من دولة الإمارات إزاي أن احنا نقدر نطور القطاع ده في مصر من خلال البروتوكول. سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يمشي على خطى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي حثنا على حب الأرض وحب الزراعة، ونحن اليوم في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي نثبت هذه المقولة. كنا معاكم من العاصمة الحبيبة أبوظبي.